تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من معالي مانيسا دكتور سوجاباري رئيس وزراء جزر سليمان الصديقة، أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه رعاه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا للسمو حفظه الله كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت، وراجيا لسموه رعاه الله وفور الصحة ودوام العافية. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية له ضمنها السمو حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه رعاه الله مقاليد الحكم، متمنيا سمو حفظه الله له موفور الصحة ودوام العافية.